لما كان الله سبحانه وتعالى قد وضع في نفوس المؤمنين حنينا إلى مشاهدة بيته وزيارته تلبية لنداء إبراهيم ولدعاء إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام حين قال واجعل أفئدة من الناس تهوي إليه. ومن المعلوم أنه ليس كل أحد قادرا على مشاهدته في كل عام، أي مشاهدة البيت. وقد فرض الله تعالى على المستطيع الحج مرة واحدة في عمره، لكنه لحكمة أرادها تعالى أن جعل موسم العشر، أي عشر ذي الحجة، مشتركا بين السائرين والقاعدين، أي بين الحجاج والقاعدين.